عسلامة. عفافية دير من تونس، عمري 50 سنة. ما نعطيك صوتي كان ما نظف البلاد بصراحة، زبلة برشا، فيروسات، أوساخ. في الشتاء نعانيو، في الصيف نعانيو، بطالة برشا، شباب ضايع، معبي كالقهاوي، شهايد معناها ماخذينهم وقراو وتعبوا في الفارغ. ما نعطيك صوتي كان ما وفر مواطن شغل وتتحد معناها الشباب الكل هاك تشوف فيه خارج البلاد هاجر ما هوش قاعد فيها. حاجة أخرى معناها في البلاد يزمها تتصلح، إنه المعيشة غالية برشا برشا برشا. المواطن ما عاد خلط على حد شيء، من الصباح للعشية هو من الصباح لليل هو يخدم وما خلط على حد شيء. معناها ما نعطيك صوتي كان ما تسعر كل شيء، كل شيء بالقانون، اللي يخالف القانون بيان سور يتعاقب،